إذن لا بد من التذكير بالآتي حتى لا يفهم يعني التصريحات على أنها جزء من المناكفة السياسية، أن التحالف وغير من الفعاليات السياسية ليست ضد مبدأ الاستثمار كمبدأ. نعم. الكل يؤيد الاستثمار، بل فتح باب الاستثمار على مصراعيه، لأنه لا يمكن لبلد أن ينهض بدون الاستثمار. لكن أي استثمار؟ الاستثمار المقنن، الاستثمار الذي يطلق ضمن حزمة واحدة، الاستثمار الذي يراعي احتياجات البلد، يقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، الاستثمار الذي يخدم القطاعات الإنتاجية، القطاعات التعليمية، القطاعات الحكومية، ثم ينزل إلى ما هو يعني أقل احتياج. فمن حيث المبدأ التحالف يسعى بكل قوة إلى أنه يثبت موضوع النهضة الاقتصادية أو النهوض الاقتصادي، وهذا القضية من ضمن متبنياته، لكن يقدم ما هو أولى. التحالف معروف من ضمن السياسات الأساسية أنه يريد خلق بيئة يعني اجتماعية مستقرة، حتى عندما تبدأ التشريعات والتقنينات والجانب الإجرائي في العمل الحكومي يأخذ مساره صوب التنفيذ. فالتحالف بالعموم لا يعارض المبدأ، إنما يعترض على يعني نوعه وتوقيته. فأي استثمار توفر أسباب الذاتية أو الموضوعية لا يمكن لعاقل أن يرفضه. لكن نود التأكيد أنه يعني موضوع الملكية في المجتمعات الشرقية بالذات المجتمع العراقي لها صلة يعني مع أصحابها، تعلق الإنسان بالأرض وحبه إلها يعني يجعل التعامل معه يجب أن يكون تعامل حذر، وأي خطأ في هذا الموضوع يعني قد يجر البلد إلى يعني أمور مجهولة لا تحمد عقباها. معلوم أن التحالف يعني قدم يعني رؤيته في هذا الموضوع، وبين البعد القانوني اللي يعني تفضلتم به في التقرير الذي يتعلق بموضوع سلامة الطيران والأمور الفنية حول المطارات، وقدم أن أصحاب هذه الأراضي يعني هم أصحاب يعني حق والحقوق لا تسقط بالتقادم، وسبق أن يعني بينوا موقفهم وهم متعلقون بحقهم. أيضا استغرب التحالف واستهجن التوقيت اللي يعني وقتته الحكومة الآن في طرح هذا الموضوع على حساب مواضيع أكثر أهمية. طيب. وأكثر أولوية يعني كان الأولى للحكومة أن تقوم بها. هل هناك جهات حكومية أخرى أو سياسيين يساندونكم يساندون التحالف في هذه الوقفة من أجل إيصال صوت المظلومين؟ يعني إذا كان ثمة شكر قبل أن نأتي إلى الأوساط السياسية، فالشكر لوزارة التعليم العالي يعني ومن يمثلها في مجلس الوزراء، لأن فعلا كان عندها رؤية ناضجة، وحتى عندما طرح موضوع الاستثمار يعني سابقا والآن هي اعترضت على القرار، كانت راغبة أولا بتقنين العدد وثانيا بنوع الاستثمار. معروف أنه هدف الوزارة وجهودها منصب، أنا أركز على الوزارة كون إحنا يعني أبناء هذا الوسط التعليمي، كون أستاذ في الجامعة. الجامعات العراقية ووزارة التعليم أرادت لهالمناطق وغيرها أن تكون هي المتنفس التعليمي للعاصمة. وسابقا حتى عندما بنيت يعني الجامعة في الجاذرية يعني كانت شبيه بهذا الوسط، لكن للأسف عندما علمت الوزارة أن الموضوع ذاهب باتجاه الموضوع السكني والتجاري يعني ثبتت هذا الاعتراض، وهذا ينم على يعني وعي بما يجري. والتعليم العالي معروف أنه يعني كفاءات، وهيئة الرأي هي أعرف بذلك، فحتى لا يقال أنه هذا الكلام هو فقط كلام اعتراض جهة سياسية على جهة سياسية أخرى، إنما هذا يعني ينبع من الوسط الأكاديمي والتعليمي. أما بقية الشرائح أو بقية الشركاء السياسيين فهذا العمل من صميم يعني عملهم يفترض، باعتبار أن الذي يمثل أهله ومجتمعه ومكونه يعني في العمل السياسي بكل صنوفه هو أن يجب أن يكون رقيب على القرار قبل أن يصدر، يعني فضلاً عن معالجته بعد صدوره. فالتعاطي مع الحدث للأسف أقول وثبت ذلك، للأسف التعاطي ليس بمستوى الحدث، ولا ندري هل هناك يعني تفاهمات يعني خلف الطاولة أو أمور يعني قد تتضح بعد حين، لكن بالعموم مجمل الشركاء والقائمين على المشهد السياسي يعني كان موقفهم بصراحة غير مناسب للحدث، إلا التحالف يعني ثبت ذلك بوضوح وأكد
أصدر البيانات طيب. ويقوم بسلسلة إجراءات في هذا الموضوع. سيد عمر، يعني نحن نتحدث عن أكثر من 100,000 شخص يسكن في تلك المنطقة منذ سنين طويلة، سيتم تهجيرهم بكل بساطة. يعني حسب اطلاعكم، هل لو مضى هذا المشروع رغما عن الاعتراضات الحاصلة عليه، هل هناك أي تعويضات لهؤلاء الناس؟ هل هناك أي قطع أراضي قد أعطوا إياها أو أموال؟ نحن لا نريد أن نذهب إلى موضوع التعويض كأن الموضوع أصبح يعني واقع حال. أمر واقع. نعم. الاعتراض مثبت على أصل القرار. هذه المناطق ثبتنا إحنا وقدمنا إنه الإنسان فيها المناطق يعني متعلق بالأرض، خصوصاً المناطق الريفية، والمناطق هي يعني مناطق أرياف، وناس يعني مستعدة أن تضحي بكل ما تملك على ألا تضحي بأرضها. أما موضوع يعني الجانب الفني والعدد، أنا ذكرت أنه إذا طرح هذا الموضوع ضمن حزمة استثمارية تراعي يعني تنوع مناطق العاصمة، أما أن يتحول الرقم فجأة من 16,000 دونم إلى 106,000 دونم ويعني يطال المواطنين الساكنين في تلك المناطق، هذا الموضوع يعني على حكم معرفتنا بطبيعة أبناء تلك المناطق والعشائر لن يمضي بسهولة، وقد يجر إلى أمور لا تحمد عقباها. والفعل الصحيح للحكومة يعني أن تلغي هذا القرار، أو على الأقل يعني تجمده إلى أن تأتي الحكومة قادمة، لأن التوقيت يطرح تساؤل. أولا قبيل الانتخابات، والطرف القائم على الحكومي لا يستطيع ضمان تنفيذ ما أراد من أهداف. الموضوع الآخر توازن القوى واختلالها واختلافها، تجعل الأطراف المتنفذة ستضع اليد على الجانب الاقتصادي في هذا الموضوع، وتثبت يعني عمق يعني معين لمكون آخر. نعم. فكل الظروف الموضوعية العامة يعني لا تخدم توقيت اتخاذ هذا القرار. ما يجب أن يكون هو إيقافه وتأجيله إلى على الأقل إلى الحكومة القادمة، حتى تطرح هذا ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية عامة تقوم هي على الإشراف عليها وتقنينها وترتيبها وإنصاف يعني من يعني تقع عليه يعني المظلمة أو يأخذ جزء من حقه وتعويضه تعويض لائق. لكن هذا ليس الآن، إنما يعني على الحكومة القادمة. التوقيت هذا يعني غير مدروس، والناس يعني بدل أن تنتظر من الحكومة يعني الشيء العملي للأسف انتظرت يعني هذا القرار المؤلم، وحتى أصبح يعني ينطبق عليه المثل الشعبي يعني بخيرهم ما خيروني بشرهم عموا علي. يعني هذا بدل أن تنتظر شيء ينفع الناس جاء يعني إلى الناس ما لا يسر من الحكومة للأسف الشديد. نعم. ونحن يعني نكبر برئيس الوزراء، هو يعني أخذ على نفسه عهد أنه يعني يضع البلاد على خارطة طريق واضحة ويهيئ الأجواء للانتخابات القادمة. مثل هذه القرارات لا تخدم لا الشريك السياسي ولا الناخب من المجتمع. شكرا لك سيد عمر الفراج، القيادي في تحالف عزم.